عادة ما تسيء الأحكام المسبقة على جمال مدينة وتؤثر على قيمتها التاريخية والحضارية. نابولي هي واحدة من المدن التي لصقت بها السمعة السيئة وارتبط ذكرها بالخوف والحذر بسبب جرائم المافيا التي طالت إلى وقت غير بعيد كل مكونات المجتمع بما في ذلك مؤسسات الدولة، وحجبت بالتالي عن هذه المدينة عمقها التاريخي وجمالها الخلاب. ظلت نابولي تحت تأثير المخدرات وقوانين المجرمين إلى وقت غير بعيد، إلى أن قرر المجتمع الإيطالي بأسره حربا ضدها من أجل السلم. وانتصر حب الإيطاليين للحياة على هذه الظاهرة، وأشرق جمال نابولي من جديد بألوان أخرى زاهية. منذ سنوات سافرنا إلى تلك المدينة، ولكن لم يكن هدفنا أن نروي عنها تاريخها الحافل وجمالها وتميزها، بل كان من أجل مواضيع تتعلق بمشاكل المهاجرين التونسيين مثل انخراطهم في المافيا الإيطالية الذي أودى بهم إلى السجون أو التشرد في شوارع نابولي دون وثائق ولا عمل. حسب المصادر التاريخية يعود تأسيس نابولي إلى العهد اليوناني، تحديداً في القرن السابع قبل الميلاد، وكان يطلق عليها نيابوليس أي المدينة الجديدة. وبعدها حكمتها عدة إمبراطوريات بما في ذلك الإمبراطورية العثمانية في وقت متقدم من التاريخ الحديث. تشتهر نابولي بأنها المدينة التاريخية بامتياز، وتعد رقماً قياسياً في عدد الكنائس البالغ قرابة 500 كنيسة، إضافة إلى القصور والأثار الأخرى التي سيحدثنا عن بعضها الفنان التونسي المقيم بنابولي مرزوق الماجري. سافر مرزوق إلى نابولي بداية تسعينات القرن الماضي وهو شاب، بهدف تنمية مهاراته الموسيقية وانفتاحه على فنون أخرى. وهناك كانت له علاقة بالموسيقيين الإيطاليين وخاصة بالموسيقى الشعبية لجهة نابولي التي فتحت له آفاقاً فنية فيما يعرف بموسيقى العالم. وكان عمله عبارة عن مزيج بين الموسيقى الإيطالية والموسيقى التونسية.
لم يمضي وقت طويل حتى على اسم مرزوق وسطع نجمه ضمن الفرق والمجموعات الموسيقية الإيطالية، ونال شرف العزف مع أكبر نجوم الساحة الفنية هناك. كانت الموسيقى وراء تعرف مرزوق على زوجته الإيطالية ألفيرا، وأنجب علياء وجمال. خبر مرزوق مدينة نابولي ومعالمها وشوارعها وطبيعة أهلها، وهو على هذا النحو الشخص المناسب ليقدم مدينة نابولي التي ظل فيها إلى الآن ومنذ عقود من الزمن. مكثر الناس كي تحكي على نابولي تحكي على الكامورا والمافيا والمشاكل متاع الإرهاب ولا حاجة أخرى، لكن نابولي مش هذا برك. راهي نابولي معروفة بتاريخها العريق، نابولي معروفة بالفيزوفيو، البركان المعروف اللي في الانفجار متاعه دمر مدينة بومباي وإيركولانو. نابولي معروفة بالمعالم التاريخية، عندنا نابولي سوترانيا، طبعا نابولي اللي نشوفوها توا معنا فوق الأرض هي مبنية على نابولي أخرى تحت الأرض. من الجملة فما زيارات للسياح نجم زور نابولي سوترانيا. نابولي معروفة بالقصور الملكية، عندنا كاستيل سان تيلمو، كاستيل سان مارتينو، ماسكن جوينو، كاستيل ديلوفو. نابولي معروف بالبيتزا، نابولي معروفة بالموسيقى، لا موسيقى نابوليتانا، معروفة بالتمر وبالرقص المتخصص. هذه نابولي. تياترو سان كارلو، تياترو دلوبرا، يرجع العام 1737 في عهد الملك كارلو تيرسو، وهو يعتبر أكبر تياترو في أوروبا. عزف فيه باغانيني، عزف فيه باخ، عزف فيه موزارت، عزف فيه بيتهوفن، شيماروزا. فبحيث كانت نابولي قبلة للموسيقيين الكبار، كان الكثير منهم يجي لنابولي باش يتعلم وباش يحتك مع الموسيقى نابوليتانا. نابولي معروفة بكثرة الكنائس، ثم تقريباً 450-500 كنيسة. من أشهر هذه الكنائس الدومو، هو كنيسة كبيرة
ترجع العام 1294، الترافة نتاع الكنيسة هذه معروفة بالمعجزة نتاع سان جنارو. كل أول ربيع تتنظم تظاهرة كبيرة للاحتفال بهذه المعجزة. عندنا بياتسا ديل جوزو ولا كيازا ديل جوزو نوفو، هو أصله قصر ملكي يرجع العام 1470 تقريبا، ثم القصر هذاك غيروه ولا كنيسة كبيرة. مقابله هو عندنا لابازيليكاتا دي سانتا كيارا بالأنفل زادة، كنيسة كبيرة ترجع العام 1328. بياتسا سان دومينيكو خذت اسم الكنيسة الكبيرة العتيقة اللي فيها، كيازا سان دومينيكو، يرجع تأسيسها عام 1283 في عهد الملك كارلو دانجو. بياتسا بليبيشيتو مساحتها 25,000 متر مربع، معناها هي أكبر بتحة في نابولي، ترجع العام 1500. يحيط بها قصر الملكي، قصر الأمير ساليرنو، لكيزا دي سان فرانشيسكو دي باولا، تياترو سان كارلو. هذم أربع معالم اللي يحيطوا ببياتسا بليبيشيتو. ماسكيو أنجوينو وإلا كاستيل نوفو هو معلم تاريخي قديم، الحفريات ظهرت حتى الآثار الرومانية. فهذا القصر هو خليط من الثقافات، بمعنى كل عائلة مالكة حكمت نابولي خلات الآثار متاعها. اليانجويني خلاو الأثر متاعهم، أراغونيزي مثلا خلاو الأثر متاعهم. كما نعلم أن نابولي حكمتها العديد من العائلات المالكة، أنجويني، أراغونيزي، الفرانسيس، إسبانيور، البوربوني إلى غير ذلك. فهذا المعلم قريب يعني يطل على البحر، وراه البورت بتاع نابولي ومقابله بياتسا مونيشيبيو. فهذا المعلم بهك الشموخ متاعه كأنه يرحب بكل من يزور نابولي. نابولي سوترانيا هي مزيج من بقايا نيابوليس اليونانية وجملة من الأنفاق اللي تحفرت مدى السنين، إما على يد الملوك اللي حكمت نابولي فجعلوا منها مسالك اللي تمكنهم من الفرار عند الأزمات والحروب، وإما لاستخراج الصخور اللي استعملت للبناء. كما نشوفوا معناها نابولي الأرضية متاعها متكونة من صخور رملية مستصفرة صفرة. ولو نلاحظ كاستيل سانتيلمو جزء منه محفور على الصخر، بمعنى يحفروا ويدخلوا يتعمقوا في الجبل ياخذوا منه الصخر ويبنيوا. فنشوفوا كاستيل سانتيلمو
معني مبني في جبل، اشتر في وسط الجبل واشتر مبني من 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 الصخر بتاع الجبل هو بيده. كي نحكيو على نابولي ما نجموش ما نحكيوش على الفيزوفيو والانفجار اللي صار عام 79 بعد الميلاد، واللي دمر مدينة بومباي، إيركولانو وستابيا. معناها ثلاثة مدن هذوما تحرقت وتغمت بالماغما باللافا هذه اللي سيبها البركان. اليوم هالثلاثة مدن أصبحوا ثلاثة معالم تاريخية معروفة عالميا وتستقطب آلاف السياح كل عام. البيتزا في نابولي بدات عام 1700، الخصوصية متاعها كونها بسيطة سامبلش، وإنما مكونة من مواد ممتازة، بمعنى العجين مميز، الطماطم مميزة، والحبق مميز كيف كيف، وهذم ثلاثة ألوان لو نلاحظوا يشكلوا لون العلم إيطاليا اللي هو الأبيض والأخضر والأحمر، يعني عجين أبيض أخضر، البازيليكو هو الحبق والأحمر هي الطماطم. ثم في مرحلة ثانية بيتزايولو هو اللي يصنع البيتزا، جاءت الفكرة حب يشرف الملكة مارغريتا، فابتكر فكرة جديدة، زاد على المارينارا الموتزاريلا وسماها بيتزا مارغريتا. هنا الموتزاريلا زاد مميزة، علاش؟ لأنهم يأخذوها من الحليب متاع بقر الوحش البوفلا. ومن هنا كل حد عاد بدأ يبتكر على روحه، فما شكون خذ البيتزا وقسمها على أربعة سماها لكاتر سيزون،
نحط فيها أربع أنواع متاع جبن. عملوا لبيتزا فيجيتاريانا، حطوا فيها الخضريات إلى غير ذلك. الموسيقى النابوليتانا في أغلب الحالات هي اللي تمثل إيطاليا في الخارج خاصة، وفما نوعين، فما الكلاسيكية اللي يستعملوا فيها المندولينو، يستعملوا فيها الجيتار، يستعملوا فيها البيانو، يستعملوا فيها الفلوت وآلات أخرى. الموسيقى الكلاسيكية يعتبروها معناها موسيقى متاع أولاد المدينة. الموسيقى الشعبية هي الموسيقى متاع الفلاح، متاع ولد الأرض، ويستعملوا فيها لتمارة، هي كما المزهر عندنا، ويستعملوا لشراميلا اللي عندنا احنا الزكرة، ويستعملوا لكورناموزا اللي هي عندنا احنا المزود. وفما حاجة تلفت الانتباه في الموسيقى الشعبية نابوليتانا، النبرات في الغناء وطريقة الغناء اللي احنا نسميوها ارتجال. الارتجال موجود في الموسيقى الشعبية نابوليتانا. هون نعطيكم مثال، مثلا احنا نقولوا يا ليتني طير، يا ليتني طير خفيف، يا ليتني طير خفيف الجو ساب لجناحي، يا ليتني طير خفيف في الجو ساب لجناحي. نتاع الغناء هذا موجود في نابولي، يغنيوا كيفنا. حاجة أخرى تشبهنا ياسر، الرقص الجماعي، خاصة في موسم استقبال الربيع. احنا عنا الحضرة نابولي كيف تتلم، التموراري هذوما العازفين نتاع التمورة، بالثمانية بالعشرة وينصبوا الحضرة وتبدأ الناس الرقص، معناها سوايع والناس معناها تتخمر والناس تدخل في صفة أخرى كما عندنا بالضبط وقت الحضرة.